عودة لمتابعة الحلقة الأخيرة من Dancing with the Stars رأس النجوم. لحد هلا بقي 3 نجوم بالمنافسة وصار وقت نستبعد شخص منهم لتنحصر المنافسة الأخيرة بين 2. التصويت توقف والمشاهدين أعطوا أعلى نسبة من التصويت إلى نجم أو نجمة. النجم أو النجمة يلي حصل على أعلى نسبة من التصويت وهي بتأهله للمنافسة بالجولة الأخيرة والمنافسة على كأس Dancing with the Stars. بدنا نقول مبروك لا المنافس على لقب Dancing with the Stars للموسم الثالث أنتوني توما وكلوي. وحصل أنتوني على نسبة 39.5. استعد يا أنتوني، صرت على مسافة رأسة واحدة من اللقب. وبيبقى قدامنا نجمين، واحد منهم بيغادرنا والثاني بيرقص للمرة الثالثة على هالمسرح. فمين يلي حصل على أدنى نسبة من تصويت الجمهور التراكمي والمستمر اللي توقف بس للإعلان عن النتائج؟ النتائج قربت تظهر. منافسة قوية جدا بين داليدا وليلى. النتيجة عم تظهر أمامنا. مثل ما شايفين الجمهور أعطى الأفضلية بالتصويت لداليدا مع نسبة 34.2%. مبروك يا داليدا. أما ليلى للأسف انتهى مشوارك هون بالحلقة 12 مع نسبة 26.3% من الأصوات. ليلى، ليلى برجع بقول اللي قلته لروني، الوصول إلى الحلقة الأخيرة هو ربح هو مكسب. كلمة لك. حبيت نشكر لبنان اللي استقبلني وخليني نحس اللي أنا كأني في داري، ونشكر البرنامج اللي أعطاني فرصة اللي نشارك فيه، وسورتو نشكر كل الناس اللي صوتوا لي لحد الان ووصلوني للفينال. وان شاء الله يا ربي شرفت تونس وشرفتكم الكل. ونشكر اللجنه باللي كونساي لي كريتيك اللي عطاوني قوه باش نوصل بها حتى لهوني. وسبيسيالمون ربيع نقول لك ما تغشش عليا. ميرسي. شكرا ليلى. بوكيات الورد عم تتوزع على المسرح. شكرا كارلا. شكرا ليلى على هالكلمة الحلوة. صار بدي بوكي أنا. إذا هوية الفايز بلقب هالموسم انحصرت بين 2 ما إلهم ثالث، أنتوني وكلوي ورقمهم DS3. داليدا خليل وعبدو دلول ورقمهم DS8.